طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز الأخبار من أونلاين. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري إن الجيش الليبي دخل مدينة درنا وسط ترحيب كبير من الأهالي، وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن عملية تطهير المدينة من الإرهاب مستمرة. قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد تركي المالكي إن الميليشيات الحوثية تواصل تجنيد الأطفال وزج بهم لساحات القتال، وأوضح في مؤتمر صحفي إن الفترة الماضية لم تشهد إطلاق أي صواريخ على المملكة العربية السعودية كنتيجة لتقدم الجيش اليمني والمقاومة في جميع المحاور. أصدر العالي الأردني الملك عبد الله الثاني بيانا أكد فيه أن الأردن يقف أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة للشعب أو الدخول بالمجهول. أضاف العالي الأردني أن مشروع قانون ضريبة الدخل جدلي ولا بد من إطلاق حوار حوله، مشيرا إلى أنه عمل جاهدا لتشكيل حكومات نيابية لكن ضعف أداء الأحزاب حال دون ذلك. لفت الملك عبد الله الثاني إلى أن هناك تقصيرا وتراخي لدى بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات، وأن الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن أثرت سلبا على اقتصاده بشكل كبير. أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي أمرا إلى الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف تخصيب اليورانيوم بدءا من يوم غد الثلاثاء. حذر الزعيم الإيراني من أن بلاده سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم، مؤكدا أن البرنامج الصاروخي لطهران مهم للأغراض الدفاعية رغم مطالب الغرب بإخضاعه لقيود. جدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو مطالبته لإيران بالتعاون في عمليات التفتيش على أنشطتها النووية. خلال كلمة له أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية في فيينا، قال أمانو إن إيران تحتاج لإظهار مزيد من التعاون مع الوكالة في بعض الحالات، وأشار إلى أن الوكالة مستمرة في التحقق ومراقبة امتثال طهران لالتزاماتها. استعرض وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب تعتمد على الأساليب التكنولوجية في تعقب مرويي الفكر المتطرف والتعاون بشكل أكبر مع السلطات المحلية. بحثت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأوروبية. وخلال اتصال هاتفي اتفق الزعيمان على مناقشة الموضوع بشكل موسع خلال قمة مجموعة السبع الكبار في كندا الأسبوع الجاري. حصاد الأخبار على رأس السلام.